الله وبركاته. معكم شيوات بنات ام جاد من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه رائعه اللي تنحتاجوها في هذا الفصل الصيف وتحتاجوها باكيد لي زونفون ديالنا، اي الدراري الصغار ديالنا، الوليدات ديالنا. هكا جد سريعه وسهله بغيت نقدمها معكم. هنا كما كتشوفوا عندي الهبره ديال الدجاج، هنا تقدروا تجيبوها كفته او تجيبوا الصدر ديال الدجاج وطحنوه على هذا الشكل. هذا هنا عندي يعني الابزار والملحه، عندي هنا معلقه كبيره ديال لا موتارد، عندي هنا فرماجه ديال الاطفال او لافاش كيري نتوما اللي غتبغيو تستعملوا، عندي هنا شويه المعدنوس والربيع، عندي هنا توابل مخلطه انا درت ما بين هنايا درت البصله المجففه ودرت الثومه المجففه ودرت هنا كما كتشوفوا هذا صفر، هذا ديال الكروفيت يعني قشور ديال الكروفيت تا هما كنستعملهم كيعطيو واحد اللذه رائعه. هنا تقدروا ديروا المنسمات اللي بغيتو، ماشي بالضروري ديروا اللي درت انا. هنايا عندي صفار بيضه، عندي هنا لا شابلوغ اللي ديجا ذكرت لكم، هنايا اللي كيكون لا شابلوغ ديال الدار، ولكن هنا كنزيدوا معاه التوابل يعني الثومه المجففه والبصله المجففه وتنزيدوا معاه هكا الربيع. هنا عندي الطحين ديالي او الدقيق ابيض، وعندي هنايا بيضه كامله باش غادي نخفق فيها نخفقها وندير فيها النوغات ديالي. وهنايا عندي ملعقه ديال الصوجا. اول حاجه غادي ناخذ هادو غيكونوا هنا على جنب، اول حاجه غادي ناخذ اناء غادي نحط فيه الكفته ديالي ديال الدجاج. تقدروا تستعملوا هنا اي حاجه، ماشي بالضروره تستعملوا الدجاج، انا هنا متوفر عندي الدجاج استعملته على ليا بابا، واليوم غادي يساعدني الابن ديالي جاد. هنا جاد بغى يخدم معايا حتى هو يعاونني ياك مامي. انا قول لهم قول لهم اه انا ماما صافي يعني برافو. كنعرفوا ان الوليدات ديالنا كيبغيو بحال هاد المسائل يعني كيسالوا، تناخذوهم من الزنقه تناخذوهم بسعر يعني غالي وما كتكونش فيهم يعني بياس بزاف البياس، علاش لا هنا ما نصيبوهمش في الدار. وغنضيف هاد الفرماجه. هنا تقدروا النسبه اللي درت ما ذكرتش لكم النسبه شحال درت، يعني درت واحد غادي يدير النسبه اللي عنده في الدار. انا هنا بالنسبه غنحتاجهم غير لولدي، استعملت نسبه كبيره كما كتشوفوا. غادي نغوط نجمع هادشي كامل، نسيت الملحه والبزار. جاد فرحان لان كيموت على شي حاجه سميتها النوغات ياك جاد؟ سمعتو قال لكم اه. وبهاد المنسمات اللي درت يعطيو نسمه رائعه. هنا ملي غنجمعهم عارفش غنقدر ندير معلقه ديال الصوجا. نعم واخا ماما انا ماما انا عاشك فيها. انا ملي تجمعوا ليا غندير معلقه كما كتشوفوا ديال الصوجا. الصوجا تنعرفو انها تتعطي واحد المذاق حتى هو زوين الماكلة ديالنا. طالعة واحد الرائحة ولا اروع، رائعة بزاف رائعة بهاد المنسمات اللي درت. حاولوا ما نملحوش بزاف الا درنا الصوجا ديالنا. يلا عاوني جاد، يلا برافو جاد، يلا حيد دابا العاشق باش نصيبوهم. هنا الا خفنا ما يتجمعش لينا باش اننا غادي نشكلوهم. انا هنا جبت الطوابع، هذه شكل حوته، هذا شكل البطة، وهذا شكل القلب باش نذوقوا بهم. غادي نزيد شويه لا شابلوغ ديالي باش يتجمع ليا الخليط وما يبقاش كيتلصق ليا ملي نكون كنصيب فيه. هاتي مامي غادي نخليها كترتاح وباش نطبعوها ونبداو نصيبو فيهم. هنا كما كتشوفوا خليناها ارتاحت وتجمعت ليا يعني الكفته ديالي. هنا عندي لا شابلوغ وعندي الدقيق وعندي البيض اللي ديجا طربت.
اول حاجه جات اختار سمكه، اختاريتي هذه يا مامي؟ لا هذا قلب. هذا هو اختار هاد هاد القلب، بغى يخدم ندير ليه نزوق ليه به. الو غادي ناخذ الكره ديالي غادي نطبعها بحال هكا، ناخذ شكل القلب، نحيد الزوائد، نحيدها احنا نحيدها بابا. وهذه تحيد هذاك وديت هذاك، ناخذ هادو بشكل القلب. وتيو تخسلات؟ لا ما تخسلاتش بابا، تخسلات بشكل القلب كما شفتو. غادي نديرها في الدقيق، كما شفتو في الدقيق نديرها في البيض. اوبلا، وكنديروها مباشرة في لاشابلوغ ديالنا. القلب ما جات زوينة، جات كما شفتو نوضعو هكا باش نخليو ليه على شكل القلب. القلب جا شوية غليظ لأن الموتيفات ديالنا صغير كما شفتو على هاد الشكل هذا. وغادي نحطوهم تنكملو الزواق ديالنا. كتشوفوا هنا طبعا جاد هذه على شكل حوته، صراحه انا ما عجبونيش بزاف لحقاش ملي تي الضغطو ما بقاوش زوينين، ولكن هو باغيهم على شكل هذا. خصنا نديروا ليه الخاطر ديالو لان الاكله ليه، يعني خصنا نحترموا الراي ديالو ويو الراي ديالو يحترم. لو طوني كنديرهم في البيض وفي الدقيق هي باش كتخسر المنظر ديالو، ما كيبقاوش كما طبعناهم. هنا الحوته غلاضت ما بقاتش حوته كما كتشوفوا، يعني طبعت ليه شكل دب وطبعت ليه قلب وطبعت ليه هذا. وغنكمل الطوابع يعني عاديين، نتلاقاو ان شاء الله ملي غنكمل. كما كتشوفوا بعد ما كملنا يعني النوغات ديالنا درناهم غمسناهم في الدقيق في البيض وفي لاشابلوغ. كما كتشوفوا هنا درت هاد المعينات كما قلت على شكل حوته، هذا شكل كراك، قلب، دب. وفي الاخير هنا باش ما ياخذوش ديال الوقت استعملت مربعات عاديه طبعتهم، وقال لكم جاد انه هو اللي عاوني. سافغي انه عاوني، ودابا تنقليوهم وتندخلوهم نديرهم ديك الساعه كنا مجربينش بهم، كنقليو واحد النسبه اللي بغينا وشي لاخر كندخلو الكونجيلاتور. نتلاقاو ان شاء الله ملي غنبدا نقليو في النوغات ديالنا. كما كتشوفوا هنا ما انا ما كنتش مزروبه بهم، دخلتهم المجمد شدوا راسهم مزيان واخا باقا ما تكونجلاوش كما تشوفوا. ودابا غادي نقليهم ونتلاقاو ان شاء الله عند الشكل النهائي ديال النوغات ديالنا. شوفوا درناهم دابا يتقلاو ونتلاقاو ان شاء الله منين غادي نحيدهم في التقديم الاخير ديال الطبق ديالنا. وكي كتشوفوا بعد ما سالينا الطهي ديالنا ديال النوغات اللي جاو رائعين واكثر ما رائع، قدمتو معنا مع سلطه منعشه لفصل الصيف، يعني فيها الخيار الاخضر يعني الفقوس، وخديت طماطم كما كتشوفوا، بصل، سلطه خضراء يعني الخس، قطعتهم صغار كما كتشوفوا، ودرت لهم التوابل اللي كندير فيهم شويه الكمون شويه البزار شويه الملحه وزيت العود يعني زيت الزيتون، ومعها شويه الخل، وكان ماريني لاصوص وكنخلط بها السلطه ديالي. وهنا رافقته مع المايونيز المنزلي. وهادو هما النوغات ديالنا، هادو هما كما قلتو معنا، هادو هما على شكل حوته هكا، هادو شكل حوته واحده اخرى، الاخرين لتحت القلوبه، هادو المربعات اللي درت اللي جاو رائعين واكثر من رائعين. هنا الوليدات كيبغيوهم لينا فهاد الفخصان فصل الصيف، كيبغيو شي حاجه حتى هما خفيفه، وتا حنا الكبار غادي نقطعهم باش نوريكم من الداخل. كما كتشوفوا انا قطعت لكم جاو شويه قهويين لحقاش انا درت صوص صوجا لهذا ولا شطام داك اللون، ولكن جاو رائعين واحد الرائحه رائعه، غادي تجربوا غادي تحكموا. تنتمنى تعجبكم لا فيديو ديال اليوم وتنال ارضاكم وتبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم. بالنسبه للناس اللي عندي جات في القناه يعملوا لايك وضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بجديد. صدقوني هذا الطبق تيجي رائع واكثر من رائع واحسن مني حتى ناكلوه في على برا. هذا كنعرفوا اشنو خدينا والنوغات ديالنا اللي حماقوا عليهم وليداتنا والكبار. تنتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله. شوفوا نقدو نديرو النوغات ديالنا في البانيني ونقدموهم على هذه الطريقه بالنسبه للناس الكبار. كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا حتى هو تيجي رائع كما كتشوفوا، حتى
هو نقدو نقدموه بحال هكا على شكل نوكات في السله، او نقدو نقدموهم هكا في الخبز.